هيا هيا تعالوا إلى هنا يا طلاب، سوف ألتقط صوراً لأجل جريدة المدرسة. فيل هيا قف بجانبي، يجب على الجميع أن يروا أنني فتاة غنية لدرجة أن لدي حارس شخصي. أجل فيل، قف أمام وجه ميا لكي تخبئ قسماً من وجهها المخيف. هل أنت متأكدة من هذا؟ نعم تتكلم يا فتيات، اهدأوا قليلاً الآن. سوزي هيا، إن الجميع بانتظارك هنا. أنا قادمة. سأبدأ بالتقاط الصور. 3، 2. كيف تجرؤي على قول هذا أمامي؟ يكفي ذلك، سوف أريك الآن من هي الأقوى بيننا. ابتعدي. أيتها اللئيمة، يكفي، ابتعدي. وأخيراً قد التقطت صورة مدرسية جماعية لهم. لكن لما المعلمة تاتي قامت بوضع هذه الصورة الجماعية لنا في المدرسة؟ هذه الصورة سخيفة. أجل، إن هذا صحيح، هذه الصورة تبدو أسوأ صورة لك سيدتي. فيل، إلزم الصمت، بدل أن تتكلم عليك التجول في كل المدرسة من أجل تمزيق كل صورة كهذه. حسناً، لما قلت لها هكذا؟ كما تريدين، سوف أذهب. لا داعي لأن تقلقي يا ميا، ما زلت الفتاة الأجمل هنا بالنسبة لي. براندن، ابتعد الآن، ابتعد، ليس بهذه الطريقة تهتم بأغنى مشجعة على الإطلاق في هذه المدرسة. أجل، هذا الكلام الصحيح. ماذا تفعل الآن؟ هيا اذهب وفكر جيدا بما يجب أن تفعله من أجلي. سوف أذهب. يا لك من مستفز جدا، كل شيء مستفز حتى هذه الصورة. مكسرات؟ من الواضح أنني أسير وفقا لما خططت له. من أين هذا الصوت؟ سوزي، أنا أعتذر لكني لن أنتبه إليك. أنا هي المذنبة، لكن لا بأس، كل شيء على ما يرام، ولكن أنا أشعر بالدوار. هذا الأمر خطير، أنا يجب علي أن أخذك إلى المشفى. هيا انهضي، هيا برفق. تعالي، هيا تعالي معي بهدوء بهدوء. ميا لا تمتلك الحظ، سوف تبقى بلا سترة رياضية هذا العام بأكمله. وأنت هنا أيضاً؟ ميا، أنا يوجد لدي هدية لأجلك، سوف تنال إعجابك. ماذا؟ ماذا فعلتِ؟ ماذا فعلتِ أنتِ بسترة رياضية؟ ما كان عليكِ أن تقومي بإزعاجي أبداً. ليست مشكلة، أنتِ فتاة ثرية جداً ويمكنكِ شراء واحدة. أخبريني لماذا فعلتِ هذا؟ هذه السترة كانت للمصمم الرياضي المفضل بالنسبة لي، إنها تجلب الحظ لي، كانت السبب بالفوز في عدة جولات رياضية. أنا أشعر بالأسف، أنا أمزح. هكذا إذن. حسناً، لا بأس يا لويزا، اعتبري أن الحرب بدأت بيننا. حسناً، ماذا ستفعلين بي؟ سترميني بجميع نقودك؟ هيا، أنا لا أمانع هذا. أنا سوف أريكي ماذا سأفعل. هيا تعالي إلي بسرعة. أيتها اللئيمة، سوف أريكي. ابتعدي عني. ابتعدي عني. ابتعدي. براندن، ارمي الكرة. هيا ارميها في السلة. سأفعل. لماذا لا تلعب جيداً اليوم؟ لن نصل بهذا الشكل السيء وهذا اللعب لدور كأس العالم. لأنني أفكر في ميا، أريد أن ألتقي بها في موعد، لكنها لا تعيرني أي انتباه. فهمت هذا، أعتقد أنني أفقد صديقاً. بدلاً من مزاحك الآن، ما رأيك أن تعطيني نصيحة؟ لكن أنت لم تختر فتاة عادية، أنت اخترت أغنى فتاة مشجعة. أجل، أنا لا أحب أبداً ما هو عادي. لكن أنا سوف أثبت لك أن جميع الفتيات متماثلات ويمكنك لفت انتباههن بسهولة. وكيف؟
هيا بنا، أنا سأريك شيئاً ما. حسناً، نحن قد انتهينا. لم يكن هناك داع، أنا اعتدت بالفعل على جميع أنواع المواقف المختلفة غير السارة التي تحدث لي. سوزي كفي عن قول هذا. انتباه انتباه، يتم الإعلان عن المنافسة باسم كابتن الفريق، فريق لاعبي السلة. نحن نبحث عن فتاة ماهرة في كرة السلة لتصبح كابتنا لفريق المدرسة. ابتعدي عن طريقي. قلت لا، ابتعدي عن طريقي يا مزيجة. في الانضمام الى الفريق الرياضي، اكرر اننا نبحث عن افضل مشجعة لكي تصبح قائدة للفريق الرياضي لكرة السلة بالمدرسة. اوه انها انا، انها انا. ابتعدي. نحن سنذهب الى صالة الالعاب الرياضية. هذا كل شيء. أنا لا أستطيع أن أفهم أبداً كيف سوف تساعدنا هذه المنافسة لكي أنا لا أعجب ميا. ألم تفهم الأمر بعد؟ لا. براندن، أنت هكذا دوماً. هيا لكي أريك يا صديقي الغبي. لا تقل لي هذا الكلام. لكن هذا صحيح. أنا لا أفهم ماذا تفعلين في المنافسة. هذا ليس من شأنك. أنا سيدتي لقد فعلت كل شيء. فيل، إلى أين ذهبت في كل هذا الوقت؟ كان عليك أن تقوم بحماية من لويزا. يبدو حتى حارسك الشخصي لا يريد رؤيتك. نكتة ليست مضحكة. أنا أعتذر سيدتي، بناء على أوامرك مزقت صورا معلقة حول المدرسة، وكان هناك الكثير والكثير من الصور. يا فتيات، هل هنا سيكون التجمع من أجل المنافسة؟ أنا أتيت للمشاركة. سوزي، هل رأيت نفسك قبل أن تقرري أن تصبحي قائدة لهذا الفريق؟ عليك التقدم لهذا المنصب يا سوزي. لا يهمني وجودك أنت ولويزا، لأنني أنا أفضل منكما. لا، بل من تكون الأفضل هنا هي أنا طبعا. كم أنتم أشرار حقا. يا إلهي، الكثير من الأشخاص الذين يريدون أن يصبحوا في الفريق. ها، صوتوا للآنسة ميا، إنها الأفضل. صوتوا للآنسة ميا، إنها الأفضل. أنا سأفعل هذا. هيا اصمت وإلا أفسدت خطتنا. ماذا علينا أن نفعل؟ اسمعوني، سيكون لديكم العديد من المسابقات. لأجل كل مسابقة أنا وبراندن سوف نعطيكم بعض النقاط، ونهاية الأمر سوف نجمع النقاط لكم ونختار قائدة منكم للفريق. هذه طريقة بسيطة. فقط عدد قليل من النقاط وأنا سأصبح قائدة الفريق. يا لها من فكرة رائعة. أنا قلت لك سابقاً. المشتركون الأعزاء، إذا ما هو رأيكم؟ أي من الفتيات سوف تصبح كابتن للفريق؟ اكتبوا لنا في التعليقات. والآن نحن نقوم بالإعلان إن المنافسة قد بدأت. أنا الآن الفتاة التي ستكون قائدة الفريق. علي تغيير مظهري قليلا لنبدأ. عليك اختيار ما يليق بك، تفضلي. أنا لا أعلم حتى أي منها سأختار. إذن دعيني أرى. سيدتي ميا، إن هذا الفستان جميل وثمنه فقط 10,000 دولار. لا، إنه رخيص للغاية، وبشكل عام هذا الفستان ليس من أجل التشجيع. حسنا، إذن هذا لا يناسبك. ربما هذا. و أقراط جميلة لامعة ب50,000 دولار. أعتقد أن هذا الزي سيكون مناسبا لأجلك. إن الأقراط رائعون، وبشأن الزي، زي التشجيع هذا ب20,000 دولار، أعتقد أنه الأنسب. هذا رائع، فلنأخذ. أجل، الشيء الأكثر أهمية هو أن زي التشجيع هذا هو الوحيد في المتجر، وأن لويزا الحسودة لن تنجح في شراء واحد مثله. بالطبع يا آنسة ميا، إن لويزا لا تقارن بما أنت عليه أبداً. أنا أرى أنك تستحق الحصول على مكافأة لهذا المديح. من حيث المبدأ يا آنسة ميا، أنا لا أمانع. سوف تساعدني في الفوز بالمسابقة وحينها سأعطيك. والآن هيا هيا، لدي موعد عند خبيرة التجميل. أنا قادم قادم. حسناً يا ميا. أسرع أسرع. هي حصلت على أروع زي للتشجيع. الآن أنا بحاجة إلى إيجاد شيء مشابه.
التي ستحصل على لقب قائدة الفريق أنا. أعتقد أنني سأحصل على ملابس جميلة. يا إلهي، أين قد وضعت حقيبة اليد؟ آه سوزي، مرحبا يا تاتي. ماذا تفعلين أنت هنا؟ أرسم لنفسي زياً رائعاً للمسابقة. أترين هذا؟ هل يمكنك مساعدتي في قصها؟ لن أكذب عليك، ولكن بهذا الزي السيء بالتأكيد لن تستطيع الحصول على لقب قائدة فريق السلة، أنا متأكدة من هذا. ولكن لما تتكلمين هكذا؟ ماذا علي أن أفعل إذن؟ ليس لدي أي نقود على الإطلاق. أنا لو كنت أملك أي نقود كنت سوف أساعدك، لكن لا أملك هذا. هذا يعني أنني لن أشارك في المسابقة. لا تبكي سوزي، ماذا حصل؟ الآن سوف نفكر بشيء ما. حقا؟ شكرا يا تاتي، أنت الأفضل. هيا تعالي بسرعة الآن. أجل قدمي. يجب عليك أن تكوني حذرة لغاية المسابقة لكي لا تكسري شيئاً بك. لا أستطيع أن أصبر لرؤية ميا. براندون، تحكم في نفسك، هي من يجب أن تنتبه لك وليس أنت. واو، اصمت. مرحبا. لا بأس، المنافسة الأولى هي أي من المشجعات سوف ترقص أفضل، فلنبدأ. أنا فتاة ماهرة بأمر رقص هذا. وأنا كذلك. يبدو أنني نسيت الحركة التي تعلمتها في المنزل. قوموا بتشغيل الموسيقى. كيف كانت؟ هكذا أم هكذا؟ كم هذا محرج. تخلصت من أول مشجعة، لم يتبقى سوى أن أتخلص من لويزا. لا تنتظري هذا، يمكنني أن أرقص أنا لوقت طويل. أنت متأكدة الآن؟ ماذا فعلتِ؟ ماذا حصل لكم؟ بسبب ما فعلته لقد صدمت رأسي. وأنا كذلك أيضا. حسنا، بالنسبة إلي كانت المنافسة الأولى تقريبا ناجحة. براندون، هل وضعت نقاطا لهم؟ أجل. ومن هي الفائزة برأيك؟ لقد قلت لكم، كل النتائج في نهاية المسابقة، سنراكم في المسابقة اللاحقة. لنذهب يا مايكل. لا بأس إذن، من الواضح أن براندون هو المتحكم في هذه المسابقة. لدي فكرة ما، هيا. أنا يجب علي أن أتبعها. حسناً، لقد كتبت الآن هذا وهذا أيضاً. ها هو هنا. براندون، انتظر، أنا أبحث عنك في كل مكان. أنت كنت تبحثين عني أنا؟ أجل، ولم لا؟ فنحن لم نقضي أي وقت معاً منذ فترة طويلة، وأنا اشتقت إليك جداً. لكي أكون صريحاً معك بشأن هذا، لقد اشتقت إليك. حتى أنني أريد حقاً أن أصبح قائدة لفريق المشجعات، فأنا قلقة جداً بشأن هذه المسابقة. إذا قمت بالمحاولة بكل تأكيد سوف تنجحين بالمسابقة. يا عزيزي، هل حقاً سوف تساعدني بها؟ أنت قمت بمناداتي يا عزيزي؟ ولم لا؟ ألا تريد أن أقوم بتقبيلك أيضاً؟ أجل بالطبع. سوف أقوم بتقبيلك فقط عندما أفوز في المسابقة. أنا آمل أن تفهم ما أقصد. وأنا كنت آمل أن تقومي بتقبيلي في هذه اللحظة. دعك من المسابقة.
حسناً ميا، إنها خطة ذكية. إذن براندن هو بجانب ميا، لذا يجب علي أن أفعل كل شيء لكي أقوم بالفوز في المسابقة ويحالفني الحظ. من حيث المبدأ، لا يزال لدى كل مشجعة فرصة للفوز، كلهم ما عدا سوزي. ها هو مايكل، يا لها من صدفة غير متوقعة. أوه لويزا. أجل لويزا، أنا لدي في هذا الطبق كعك لذيذ للغاية، أتريد البعض منه؟ شكرا لك. من أجل فتى رياضيا جميلا وقويا مثلك، يجب عليه أن يتغذى جيدا. يا لها من عضلات جميلة. ماذا يحدث؟ أنا أريد أن أعترف لك الآن، أنا معجبة بك كثيرا. يا إلهي، بهذه السرعة؟ بالتأكيد، هيا دعنا نتواعد. حسناً، هيا بنا. أنا سعيدة جداً بهذا. بما أنك أصبحت حبيبي الآن، أتساعدني في المسابقة؟ أنا سأفكر في هذا. حسناً، إذن بكل تأكيد أنا قد ضمنت الفوز. حسناً يا فتيات، نحن نعلن الآن بدء المسابقة التالية. نحتاج الآن إلى التحقق من لياقة المشجعات. لدينا مستوى سيء هنا وجيد وأفضل مستوى. أوه، يبدو أنها أسهل مسابقة سأقوم بها. أنا مارست هذه الألعاب منذ كنت صغيرة جدا. وأنا مارستها أيضا. ما الذي يتكلمون عنه يا ترى؟ ميا، أنت أولا، هيا ابدأي. ليس لدي مشكلة بها أبدا. حسنا. يا للهول، لكن لماذا لا أستطيع أن أفعلها؟ ليساعدني أحد ما الآن؟ أنا سوف أساعدك. حصلت على هذه النتيجة. وكنت تقولي لنا أن لياقتك أفضل من الجميع؟ هيا دعيني أريك هذا. لا أستطيع أن أفعلها. مايكل. سأفعل. أنت الآن حصلت على نفس نتيجتي. مايكل، أي نتيجة هذه؟ أنا لم أعد أشعر بساقي أبدا. سوف أساعدك الآن. حسنا يا لويزا، أنا وأنت أصبحنا متعادلتان الآن. نحن لن يتبقى لنا سوى سوزي. هيا يا سوزي، أرنا مهارتك. لا أعلم إن كان هذا سينجح معي، ولكن سأجرب. ماذا؟ كيف؟ لا بأس، انتهت هذه المرحلة، نراكم لاحقا. يا سيدتي الجميلة، انتظري، لا شيء يستحق هذا. أنا لا أستطيع. ألم يكن بإمكانك أن تفعلي تمرين التمدد بشكل أفضل؟ أديت هذا التمرين بشكل جيد، ولكن بالتأكيد سوزي قامت بالغش. أنا أعلم جيدا كيف أستطيع أن أهدئك. شكرا جزيلا. لذلك أنا أحبك جدا يا فيل، أنت تعلم كيف تهدئ من روعي. بالمناسبة، كيف حالك مع براندن؟ لقد وعدك بأنه سيساعدك بذلك. براندن يستطيع أن يساعدني لأصبح قائدة مشجعات فريق الكرة بنسبة 50%. هل تعلمين أن هذا الأمر جيد جدا بالفعل؟ لكن أريد أن أكون متأكدة من أمر براندن بنسبة 100%. إذا أردت فيمكنني أن أقوم بإبعاد تلك المتسابقة سيوزي لكي لا تزعجك. أنا لا أهتم أبدا بأمر سوزي، هي فقط فازت بمرحلة واحدة في تلك المسابقة كلها. أنا لم أعد أفهمك، ماذا تقصدين بكلامك هذا؟ أنا أحتاج إلى التخلص من تلك المنافسة الرئيسية لويزا. وكيف يمكننا القيام بذلك؟ اسمع جيدا، أنا فتاة ثرية، وهي دائما ما تغار مني بشأن هذه الثروة. أين ستذهبين؟ سوف أعود، أنت ابقى هنا وقم بتحضير العشاء، عشاء الفوز من أجلي. سأفعل. حسنا يا فتيات، أنا
أكون قائدة فريقكم الجديدة. لا سيء، علي أن أكون أكثر صرامة. حسناً يا فتيات، أنا أكون قائدة فريقكم الجديدة. إذن اسمعوا جيداً. قد تحتاجي إلى... هيا ميا، ماذا تفعلين هنا؟ أنا أتدرب على خطابي الآن عندما سأصبح أنا الفائزة في المسابقة. أنا جئت إلى هذا المكان وفي هذا الوقت من أجل أن أتحدث. ما الذي تريدينه؟ أعطني ثانية. من الممكن أن تكون كل هذه النقود لك إذا انسحبت من المسابقة. لا، أنا لست موافقة. هذا قليل؟ حسناً إذن خذي هذا. هي ربما أنت لم تسمعي ما قد قلته الآن. أنا قلت لك الآن أنني لست موافقة أبداً. ولكن هذه سخافة، هل تطلبين المزيد من النقود؟ حسناً، سوف أطلب من والدي أن يرسل لي 3 أضعاف هذا المبلغ. ميا، حتى لو عرضت علي الآن 1,000,000 دولاراً، أنا سوف أشارك في تلك المسابقة. هذا يعني أنك لا تحلمين أن تصبحي فتاة تملك الكثير من النقود. لا تقولي لي أنك لا تحلمين بالنقود. لا أبداً، أنا لدي النقود أيضاً، وأنا الآن أريد أن أصبح قائدة فريق. أهلاً وسهلاً بالجميع في مسابقتنا. حسناً إذن، كما تريدين. إذن كوني مستعدة لكي تخسري في يوم الغد. لن يخسر أحد سواك في يوم الغد. لقد رفضت عرضي عبثاً. يجب أن أتمرن أكثر بكثير. أوه، ها أنت هنا إذن. هل حدث شيء ما؟ أنا كنت أكتب مقالاً عن مسابقة مشجعات الكرة، لذا يجب عليك أن تجيبي على بعض الأسئلة. أنا لا أنجح بشيء أبداً، حتى أنني لا أستطيع أن أتعلم الرقص. بما أنني أنا أدرس علم النفس منذ سنوات طويلة، سأقول لك شيئاً، بأنك تفتقرين إلى الحافز. كيف؟ ألا يكفيني؟ أنا حقاً أريد أن أصبح قائدة فريق وأرغب بذلك. إن رغباتك والحافز لديك هما شيئان مختلفان، أنت بحاجة لأن تفهمي جيداً لما تريدي. هذا هو. حسناً، سوف أعلمك هذا الآن. كرري هذا. أنا أريد أن أصبح قائدة الفريق لكي يغار الجميع مني. هيا ابدئي. ماذا؟ ولكن ليس هذا. أنا قلت لك كرري هذا. أنا حقا أريد أن أصبح قائدة الفريق لكي أنشهر وأصبح مشهورة. سأفعل هذا لكي أصبح مشهورة. كرري. وأجد فتى غني ونخرج في موعد جميل. لكي أجد فتى غنيا أيضا من أجلي. والآن هل ساعدك هذا؟ هل تشعرين بالطاقة؟ أنا أشعر بطاقة عالية، انظري إلى هذا. هيا اركض. هيا اركض. هذا هدف. أنا قد خسرت مرة أخرى. لا تقلق، إنها مجرد لعبة. ربما أنت على حق، إن الشيء الرئيسي والأهم بالنسبة لي أن تصبح ميا حبيبتي. بالمناسبة، نسيت أن أسألك، كيف تسير الأمور؟ قالت لي أنها سوف تقبلني هنا إذا ساعدتها على الفوز في مسابقة التشجيع. أنا قد قلت لك، إن جميع الفتيات في المدرسة متماثلات. لكن بعد كل شيء من المحاولات كي أحصل على ميا، هي أخيراً قامت بالانتباه لوجودي. هذا يعني بأنني أعجبها. أنت مخطئ جداً بهذا. لقد بدأت لويزا بالتودد مني. لويزا، أنت جاد بهذا؟ أنا أذكر أنها لم تكن تتحمل وجودك أبداً. إن الإجابة بسيطة، هي تريد أن أقوم بمساعدتها. يا إلهي، من التي ستفوز إذن؟ أنت سوف تساعد لويزا وأنا ميا. لا أعلم، سوف نرى. إذا كنت في مكانك كنت سأفكر إن كنت أحتاج لفتاة مثل ميا. مايكل، ما هذه الأسئلة الغبية؟ بالطبع أحتاجها. ماذا بك؟ لا شيء. أنا أحب أن ألتقط الصور جداً. يا رفاق، إذا كنتم تحبون الفيديو الخاص بنا ضعوا أعجبني. يا فتيات، تعالوا إلى هنا، لا تخجلوا. تاتي، ماذا تريدين منا مرة أخرى؟
لن تصدقوا، ولكن يوجد لدينا جلسة تصوير. أوه لا، أنا سوف أذهب. وأنا أيضاً. أنا سأبقى. إن هذه هي الخطوة التالية التي طلبها الشبان من أجل الفوز في مسابقة الكرة. لما لم تقولي هذا منذ البداية؟ حسناً، أنا قادمة. هيا ميقفي قليلاً. أجل فيل، هيا رتب لي شعري. حسناً حسناً، إن شعرك يبدو رائعاً وزينة الوجه جميلة جداً. أعتقد أنك مستعدة. أجل، من التالي؟ أنا التالية. يا فقيرة توقفي، إنه دوري أنا. حسناً إذن. أنا في جلسات التصوير دائماً أبدو رائعة وجذابة. هيا تاتي، ابدأي. انتهيت. أعتقد أنني سوف أصنع صوراً جميلة لك. إنه دوري، دوري. أوه، الفشل الآن، تلتقط الصور، إنها مضحكة جداً. انظري إلى وضعية جميع الصور. لكنني أحب هذا. سوزي، هذا يكفي. حسناً، سوف أذهب كي أطلع جميع صوركم وأحضرها لكم بعد ذلك. أين هي المعلمة تاتي حتى الآن؟ لم تأتي. أنا أريد أن أتغزل بجلسة التصوير الخاصة بي. أنا أعتقد أنني بدوت أفضل من الجميع. لماذا أنت؟ ربما صوري أفضل من صوركم. أنا أجمل منكم. والآن قد طبعت لكم الصور، تفضلوا. ها هم. تاتي، لما تبدو الصور سيئة هكذا؟ هذه هي الوضعية التي قمتم بها عندما التقطت الصور. أنا لا شأن لي بهذا. هذه الصورة محرجة جدا. بالطبع هي كذلك. أنا أحب نفسي. حسناً، أرى أن الصور خاصتكم أصبحت جاهزة. أجل! أجل! أجل، أريد أن أراها. لا، لا تنظر إلى الصورة، من فضلك يا مايكل. ميا، لا داعي لأن تخلقي هكذا، أنا متأكد من أنها جلسة تصوير رائعة. كلا! هذا واضح، قيمها يا براندن. حسناً. مايكل، تذكر أنني أنا مغرمة بيك. نعم نعم، أتذكر. براندن، تذكر جيداً تلك القبلة التي وعدتك بها بعد فوزي في اللقب. كيف لي أن أنسى أمر تلك القبلة؟ هاي يا فتيات، ليس من العدل إقناع الأولاد بمنحكم درجات عالية، إن هذا غير عادل. ليس من شأنك. هذا ليس من شأنك يا سوزي. والآن قد تم تعيين الدرجات، استعدوا للنهائيات. براندن. مايكل. لن أستسلم وسأذهب إلى النهاية، وسيكون النصر حليفي. براندن يا عزيزي، توقف قليلاً. نعم نعم أيتها الجميلة، أنا أستمع إليك جيداً. أريد أن أسألك، أنت كنت تفكر في أمر النقاط لكل فتاة منا، هل أنت تكتبها؟ بكل تأكيد، لكن لما؟ ما رأيك أن تعطي السجل لحبيبتك؟ بيتنا كل النقاط هنا. لكن لما أنت هكذا؟ ألا تثقين بي؟ أنا أريد أن أتأكد من أنك تساعدني في النقاط. هيا أرني، هيا هيا هيا. إذا قمت بإعطائك النتائج النهائية الآن، لن يبقى الأمر ممتعاً في النهائية. وأنا قلت لك الآن، أرني النقاط. لا براندن، أنا لا أسألك عن هذا، بل أنا آمرك بأن تعطيني النقاط الآن. توقفي عن التحدث معي الآن بهذه النبرة. حسناً إذن، أنت الآن تسببت بغضبي. إذا لم أصبح قائدة لفريق المشجعات، فأنا أعدك سوف تندم جداً. اتضح أنني كنت مخطئة بشأن القبلة. الآن اتضح لي ما هي غايتك. أنا قد أعددت مفاجأة من أجلك في هذا اليوم. هل أنت جادة؟ انظر إلى كل هذه الهدايا، إنها من قلبي إليك أيها الفتى وبدون مقابل. يا إلهي، شكراً جزيلاً.
أردت أن أسألك، وما ستكون الفائزة في تلك المنافسة؟ هل قررتم هذا أنت وبراندن أم بعد؟ قل لي. نعم، أنا وبراندن لم نقرر بعد. إذا قررتم ذلك أخبرني. عزيزتي، لقد أخبرتك بالفعل. حسناً، ربما تخبرني عندما تعلم. وما هو المقابل؟ ربما سأعطي المزيد من الهدايا، لكني سأكررها لك، تأكد من هذا. لا بأس، أنا قد اقتنعت. هيا أخبرني بصراحة، هل سوف أكون أنا؟ وكيف استطعت أن تعلمي هذا؟ انتباه انتباه انتباه، نحن الآن سوف نعلن النتائج. أنا ومايكل مستعدون الآن لكي نعلن عن من ستصبح قائدة المشجعات. أنا انتظرت هذا كثيراً. ولماذا أنت سعيدة يا لويزا؟ أنا من سأفوز هنا. أنا حقاً أؤمن بالعدالة. لذلك بعد احتساب جميع النقاط وبعد تفكير الفائزة هي أنا 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 أنا. لا لويزا، ليست أنت. كيف؟ أنا لست الفائزة؟ أنا كنت أعلم هذا. شكراً لكم أيها الشبان لأنكم كنتم باختياري. ميا، وأنت أيضاً لست هي الفائزة بالمسابقة. لكن كيف؟ لا يمكن أن يحدث هذا. بل هذا ممكن جداً. توقف، قل لي من هي الفائزة إذن؟ قائدة الفريق هي تكون سوزي. مرحى مرحى، كنت أعلم. شكراً شكراً. مايكل، ألا تريد أن تشرح لي شيئاً؟ هل تعتقدين أنني كنت غبياً ولا أعلم أنك كنت تستغليني دوماً؟ ماذا عنك يا براندن؟ كنا سنصبح ثنائياً، والآن تصرفت بشكل لا يصدق. لم أتوقع أن تفعل هذا بي. ها، شكراً لصديقي لأنه أقام هذه المنافسة وفتح عيني عليك، فأنا لا أحتاجك الآن. أنا لا أريد رؤيتك بعد الآن. أتسمعينني يا ميا؟ هيا مايكل، هيا بنا. لا أصدق هذا. بالطبع نعم. حسناً يا فتيات، سنلتقي غداً في 7 صباحاً، انتظروني. كل شيء إلا هذا.